أنا صحيح بحمل جواز سفر وهوية تركية، لكن جواتي بنسبة 90% أنا سوري. بموسمنا الأول من بودكاست قيد المحاكمة حاولنا نفهم ألغاز التحقيقات وأسرار المحاكمات القضائية الماضية الجارية والقادمة. في ناس عم بتفكر ترجع على سوريا، في ناس بالخيمة، في ناس بالكرفانة، في ناس لسه قاعدين عند قرايبينه. الشيء اللي عم بصير بالنسبة للتقاضي والمحاكمات اللي عم بتصير شيء كتير جميل وكتير عظيم، لكن للأسف عم يتم تحميله أكتر مما يحتمل. يعني هو السيطرة الموجودة داخل سوريا اليوم هي كلها عم تشتغل على هذا الموضوع، على مبدأ أنه أنا الصح وما تبقى هو غلط. بعد غياب 9 أشهر نرجع لكم بالموسم الثاني والأخير لنشارك معكم ثلاثيات حكينا فيها مع 24 سوري وسورية من جوات سوريا وبراتها عن التطبيع، الجرائم والخسائر غير البشرية، اللجوء، التهجير القسري، نزوح والهوية. نحن كنا ملزوقين ببعضنا بالإجبار أحياناً، ما منعرف إذا نحن بالفعل متعايشين أو لا. كل الحقوق مش بس الإسكان، بأي حقوق تم انتهاكها بالتاريخ السوري من قبل هذا النظام للأسف مهدورة على الأرض. بمدينة دوما طبعاً ما كان في كهرباء وكان في صعوبة لأنه الأهالي تحصل على مي. الحفاظ على الموروث اللامادي ممكن يكون هو طريقة من طرق التعافي لهالمجتمع. أين حصل التغيير الديموغرافي في سوريا؟ في كل سوريا كثير ناس عرب موجودة بهي المنطقة مجبرة لسبب أو لآخر بالوجود بهي المنطقة. في كثير ناس بتطلع بتاخد موضوع أنها تتغرب بإرادتها، ولكن أنه يكون هذا الموضوع بسبب رأيك السياسي أو بسبب نشاطك المدني من أصعب لحظات حياتي. رح رافقكم أنا كريستينا كغدو مع ضيوفنا وضيفاتنا كل يوم جمعة ابتداء من 29 أيلول على منصات البودكاست المختلفة أو على موقع البودكاست اللي بتلاقوه بالوصف المكتوب. كونوا معنا وانضموا للحوارات اللي دارت بيننا.